سمية سماش ترفض الانحناء أمام الانتقادات وتؤكد أن زواجها مبني على الحب والاحترام. في حصة جلسة ونساء التي تبث على قناة شروق تي في، خرجت الصحفية سمية سماش لتدافع عن خصوصيتها في حياتها الزوجية وترد على كل من انتقدها وقلل من قيمتها، وقال عنها أنها عجوز وتكبر زوجها عمار بعدة سنوات. سمية سماش التي تزوجت من عمار قالت أنها تعيش قصة حب حقيقية مع زوجها، وأنها لا تهتم بالفارق العمري بينهما، وأنها تحترم خياراته وطموحاته، وأضافت أنها تتلقى الكثير من الانتقادات والسخرية من بعض الناس الذين يحاولون تشويه صورتها وزواجها وينسبون لها ألقابا مهينة مثل العجوز. وأكدت سمية سماش أنها لا تنحني أمام هذه الانتقادات، وأنها تفخر بنفسها وزوجها، وأنها تعتبره رفيق دربها وصديقها وحبيبها.